السلام عليكم. عنا برشا ما حكيناش مع بعضنا، ما عملناش فيديو وما خرجناش تيترويات. ان شاء الله تكونوا العباد الكل لاباس عليكم، نعرف كنا عليكم برشا. راه مش منا نحن الله غالب، واحد عدى بريود صعيبه ياسر، ما لقاش وقت باش يعمل حتى شيء، حتى باش تحكي الات التليفون ما تنجمش تحكي. تليفون كونترولي الدار كيف ساعات عادي ايامات ما تروحش بيت في داركم. شرشي بطريقه غير شرعيه غير قانونيه، معناتها يهزوك من غير محكمه من غير محاكمه، ما تعرفش مين باش يهزوك شنو باش يعملوا معاك. بون هذيك بريود عديت، اليوم جات بريود جديدة، كيف كيف ما لقيناش فيها وقت. أنا نشوف العباد كلنا نخرجوا في الحوم نصبحوا الصباح، كيف كيف ما لقاوش وقت. بريود صعيبة على الآخر، بريود حساسة ياسر، كما ما نعرفوش كيفاش نصرفوا بها، نصرفوا فيها. اللي عملناها هذايا الكل باش نمشي هكاك حرام، وصلنا عملنا حاجة كبيرة برشا، ما عملها حتى حد قبلنا. الجيل هذايا قوي على الآخر بالحق. جيل قوي ياسر، ما لازمش يلعبوا بينا وما لازمش يغلطونا، ما لازمش هما يعملونا مانيبيلاسيون، لازمنا بديناه نكملوا، وصلنا ل 50%، لازمنا توا نكملوا ما نقفوش، قاعدين يعملوا معنا في لعب، توا نحن زرعنا الورده نتاع الحريه، وهما قاعدين توا يحبوا يعفصوا عليها، يحبوا نحيوانا، نحن لازم نسقيوها بدمنا، ما نخليهمش هما يفكوها منا نحن، قاعدين يعملوا معنا في لعبه لازم نفهموها. هذوما الناس الحزب الحاكم هذايا، التجمع اللاديستوري اللاديمقراطي، هذايا الحزب الظالم السرطان اللي ينهش في جسد الشعب في جسد الدولة هذه لازم يتنحى. انت كي تلقى شجرة خبيثة لازمك ما تنحيهاش من راسها، لازمك تنحيها من الجذور نتاعها، كان تنحي راسها في الهواء وتخلي الجذور راهي تعاود تطلع لك راس واحد اخر، لازمك الكل تنحيها. توا نحن وصلنا نحينا الراس، لازمنا توا نحيو الجذور نتاعو، هما قاعدين يعملوا معنا في لعب. توا شافوا رواحهم الحزب هذايا، شاف رواحهم عندهم العباد كل معطسات، جاتهم انتقادات، جاتهم مظاهرات، العباد الكل تحب تطيحهم، العباد الكل تحبهم يمشيوا على رواحهم، هما قاعدين يعملوا معنا في لعبه، دونك لازم يعملوا استراتيجيه. شنو هو الاستراتيجيه هذي؟ هي لازم يوقفوا المظاهرات، وفرد وقت لازمهم يربحوا الوقت، دونك شنو الاستراتيجيه اللي عملوها؟ عملوا زوز، استراتيجيه ميدانيه واستراتيجيه اعلاميه. الميدانيه هما اللي يبعثوا لك ميليشيات، يبعثوا لك عباد يخلصوا فيهم، لا عندهم لا ملة لا دين لا شفقة لا رحمة في قلوبهم، يقتلوا المواطنين ويقتلوا الشعب باش يبثوا الرعب في صفوف الشعب هذايا. وعلى المستوى الإعلامي قاعدين يشوفوا في التلفزة، أنا قاعدين نتفرجوا نهار كامل، راهم طلبنا، أنا نحبوا تعزيزات، أنا نحبوا شكون يجي يحمينا، راهم فما قناصة، راهم فما صحيح فما، المهم يهولوا فيها باش المواطن باش الشعب يدخل في ديمونسيون تاع الخوف نتاع الرعب، باش ما عادش ينجم يطالب بالمطالب اللي كان يطالب فيها، باش يولي في بلاصة يطالب بالحرية، في بلاصة يطالب بحرية الرأي، حرية الصحافة، حقه في التشغيل، في التعددية الحزبية، ما عادش يطالب هذا الكل، باش يولي يطالب بحاجة واحدة اللي هي نحبوا ناكلوا، أعطينا ناكلوا ولا نرجعنا، ونحبوا الأمن والاستقرار، وفرض وقت هما قاعدين يربحوا في الوقت وقاعدين يعملوا في إعادة بناء نفسهم، بإعادة الهيكلة نتاع الحزب هذايا، باش يعاود يشد بزمام الأمور من جديد، باش يعاود يقضي علينا وأكثر من قبل، صدقوني أكثر من قبل. دونك إذا باش نقفوا هوني، إذا باش نأيسوا، إذا باش نهبطوا ريوسنا ونهبطوا دينا، راهم باش يعملوا معنا أكثر من اللي عملوه قبل. دونك توا لازمنا نقفوا الكل، كونتيرهم يد واحدة، ما لازمناش نأيسوا. نقفوا نعملوا لهم حتى نحن استراتيجيه، استراتيجيه ميدانيه واستراتيجيه اعلاميه، لكن قدراتنا ما عندناش قدرات اعلاميه كبيره باش نتعداو في التلفزه ولا باش نعملوا الحكايات هذه الكل. دونك الاستراتيجيه الميدانيه هي ما لازموش نسكتوا، لازمنا الكل نخرجوا في مظاهرات، لازمنا نعيطوا، والعباد كلها لازم الحزب هذا السرطان هذايا لازم يتنحى، لازم يمشي على روحه ما عادش يقعد، القيادات هذوما الكل الكبار لازمهم يمشيوا، والاستراتيجيه الاعلاميه معناتها باللي نقدر عليه على الفيسبوك، قاعد يصير تنسيق بين الاكبر مشرفين على صفحات الفيسبوك اللي عندها فيها اكثر من 100,000، واولا صفحتي انا باش نبداو ان شاء الله بقدره ربي باش نحطوا تصويره العباد الكل تحطها في البروفيل نتاعها تلقاوها على الباج من بعد ان شاء الله. دونك الحزب هذايا لازم يتنحى، لازمناش نقفوا هون، لازم يتنحى، ولازمنا صحيح عندنا برشا خلافات بين بعضنا، لازمنا الخلافات هذه كلها نسواها، صحيح ما عندناش قائد نتوحدوا تحته في الثوره هذه. دونك اذا ما عندناش قائد راه مش باش يصير تاثير، رانا كل باش ندخلوا في بعضنا وكلنا ما نعرفوش شنو باش نعملوا، اذا ما عندناش قائد ونحن لازمنا نتوحدوا، دونك شنو هو الحل؟ لازمنا نتوحدوا تحت رايه واحده.
الرأي هذه هي الطلب بالحرية وهي التجمع، هذا لازم يمشي على روحه ولازم كلنا نحترم بعضنا. الرأي هذه كل لازم نجتمع تحتها، هي مطالبة بحريتنا والتجمع لازم يتم فيها، لازم يمشي على روحه. والعباد كلها اللي فيه القيادات الظالمين والمجرمين هذوكم الكل ما لازموش نسامحوهم، بالعكس لازمنا نحن نطالبوا باش نحكموهم، خاطر عملوا جرائم نشوف على قديش من عام، واللي يحسموا على ارواحهم جماعه التجمع هذا. حاجه اخرى نطالبوا بها، لازم نعملوا اعاده صياغه للدستور هذايا حتى يتوفر لجميع الاحزاب بجميع طوائفها وبجميع خلفياتها انها تشارك في الانتخابات حتى يكون الشعب هو الفيصل. ونحب نقول لجماعه التجمع اللي قعدوا اللي توا فهمت